السلام عليكم طلاب مفاهيم الرياضية. اليوم نبدأ بشابتر جديد، الوحدة الخامسة، اللي هي عنوانها النهايات والاتصال، Limits and Continuity. لأن نيجي لمفهوم النهاية بطريقة بسيطة، يعني لو افترضنا أنه في عنا اقتران موضح بهذا الشكل، يعني لو سألنا إيش صورة الـ A، لاحظوا هون في دائرة مفتوحة، يعني الدائرة المفتوحة معناها أنه هذا في نقطة هنا محذوفة، يعني فقط في نقطة محذوفة. هاي الدائرة للتنبيه أنه يوجد نقطة ما محذوفة. الدائرة أكثر كتير من نقطة، تشمل عدد لا نهائي من النقاط. فالنقطة المشار إليها هي A و L1، ليست موجودة على المنحنى. نفس الشيء عند الـ A مع الـ L2 في الدائرة. الآن لو كانت الدائرة هذه مغلقة، بتصير صورة الـ A هي L1. لو كانت الدائرة العلوية مغلقة، بتصير صورة الـ A هي L2. إذا التنتين مغلقتين، ما بصير في صورة، أو بصير الشكل ليس اقترانا. يعني إذا التنتين مفتوحة، لا يوجد صورة للـ A، يعني صورة الـ A الآن غير معرفة. فإحنا أخذنا إنه الـ A تكون صورتها مش معرفة. كمان لو في نقطة فوق أو تحت على نفس الخط العمودي هذا، عند هاي النقطة بتكون الصورة. أما بهذا الوضع لا يوجد صورة للـ A، فمعناته إنه F الـ A غير معرف، غير معرفة صورة الـ A بهذا الشكل. الآن لو في نقطة متحركة على محور الـ X، نقطة بتمشي نحو الـ X، نحو الـ A على محور X، الآن ممكن تقترب من A من جهة اليمين أو تقترب من A من جهة اليسار. الآن إذا كانت النقطة A X هون وبدها تقرب من الـ A، لاحظوا الصورة بتكون في هذا الموقع، وكل ما اقتربت الـ X من الـ A الصورة بالأعلى تقترب من L2. إذا كلما نصبح قريبين من الـ A من جهة اليمين، الصورة تصبح قريبة من L2. وكمان كل ما اقتربنا من الـ A من جهة اليسار، يسار الـ A أقل من A بقليل، الآن الاقتران نفسه بصير تدريجيا يقترب من صورة من الـ L1. كل ما قربت الـ A الـ X من الـ A من اليسار، الصورة بتتحرك بتقترب أكثر فأكثر من L1. هذا الكلام اللي بنحكي عنه يعبر عن الجملة التالية أو العبارة التالية: كلما اقتربت X من A من جهة اليمين، فإن قيمة الاقتران F الـ X تقترب من L2. هاي الجملة تختصر بالرمز بالشيفرة Limit F الـ X لما X تقترب من الـ A من اليمين تساوي L2. نقرأها: Limit F الـ X عندما X تؤول للـ A من اليمين تساوي L2. انتبهوا، اليساوي هاي لا تعني يساوي زي 1 + 2 = 3، هذا مجرد رمز كله. هذا الرمز شو معناته؟ انه كل ما قربت الـ X من الـ A من اليمين تقترب الصورة من L2، يعبر عنها بهذا الرمز اصطلاحا. الآن الجملة الثانية يعبر عن الجملة التالية: كلما اقتربت X من A من جهة اليسار، فإن قيمة الاقتران F الـ X تقترب من L1. بالرموز يعبر عنها أو بالرمز Limit F الـ X as X approaches A from the left، أو X تقترب من الـ A من اليسار تساوي L1. إذن هذا اختصار للجملة أو للعبارة، إنه كل ما اقتربت الـ X من الـ A لكن أقل بقليل من يسار الـ A، فإن الاقتران F الـ X قيمته تقترب تدريجيا من L1. هذا هيك معنات الرمز. يساوي لا تعني يساوي زي 1 + 2 = 3 زي ما حكينا. الآن تعريف، نعتمده كأنه تعريف، كيف نعتمد النهاية، كيف نوجد النهاية. نقول أن limit F الـ X لما X تؤول للـ A تساوي L، حيث L عدد حقيقي ينتمي لـ R. متى؟ إذا كان limit F الـ X لما X تقترب من الـ A من اليمين تؤول لـ A من اليمين تساوي L، وهذا شرط.
زائد شرط ثاني، لما تقفل اكس، لما اكس تؤول للاي من اليسار تساوي ال. فحتى نحكي انه نهاية الاقتران اف الاكس لما اكس تؤول للاي تساوي ال، يجب ان تكون النهاية من اليمين، من يمين الاي تساوي ال، والنهاية من يسار الاي تساوي ال. والا اذا لم يحصل، وإذا نقول ان ليمت اف الاكس لما اكس تؤول للاي غير موجودة، واختصارا غين ميم غير موجودة. وبالانجليزي يقال انه ليمت اف الاكس لما اكس تؤول للاي does not exist، غير موجودة، وممكن نختصرها دي ان اي، يعني does not exist. ملاحظات: اول شيء انتبهوا للاشارة هاي، لما تكون 2 ويمين 2 في اشارة زائد في الاعلى، هذه الزائد لا تعني الإشارة موجبة أو سالبة، فقط هذه الإشارة للزائد تعني من يمين 2. شو المقصود من يمين 2؟ يعني عدد أكبر من 2 بقليل، يكاد يكون 2. شو بتتخيل هو قريب من 2؟ هو أقرب، يعني لو حكينا 2 و10 هي يمين 2، بس هل هي يمين 2 يعني المقصود فيها من اليمين 2؟ لا، أقرب كمان. 2 و1% أقرب المقصود، 2 و1 بالمليون لا، الاكس اقرب، هاي المقصود في يمين 2. يمين 2 عدد يكاد يكون 2، لا يمكن نمسكه نحدده، ولا واكبر من 2 بقليل. 2 و1 بالمليار كمان في اقل منه ويمين 2، فاذا تكاد تكون 2 لكن اكبر بقليل بذر. الان لما نحكي 2 من اليسار، هاي ناقص، هاي لما تكون باعلى العدد، و ناقص من اليمين، من جهة اليمين الإشارة وأعلى العدد، تعني اتجاه من اليسار، يسار 2، يعني أصغر من 2 بقليل. 1.9 لا، ليس المقصود 1.9، 1.99% كمان في أقرب منها، 1.999 من ألف في أقرب منها، لا يمكن نحدد مين يسار 2. فشو ما بتتخيل العدد هو أقل من 2 ويقترب من 2، فأقرب من اللي أنت بتتخيله. لأن هذه الإشارة ناقص 2 تعني سالب العدد 2، سالب 2، إذا الناقص هون تعني إشارة موجب أو سالب، هذه سالب 2. هون ناقص بهذا الشكل وناقص في الأعلى، المقصود فيها يسار 2، يعني أقل من يسار سالب 2، يعني عدد أقل من سالب 2 بشيء بسيط جدا جدا. الآن ناقص 2 وعليها زائد تعني عدد أكبر من السالب 2 بشيء بسيط جدا، لا يمكن إن نحدده، في كل ما نتخيل هذا المقدار القليل في أقل منه. الآن مثال: اعتمادا على الشكل المعنى المجاور، أوجد قيمة هذه النهايات. الآن بناء على الشكل اللي معي بدي أحدد ليمت f x لما x تؤول للواحد من اليمين. هذا الواحد، يعني يمين الواحد يعني عدد يكاد يكون واحد، هون يمين الواحد هذا أقرب أقرب أقرب. شو المقصود بيمين الواحد؟ يكاد يكون واحد ولكنه أكبر. وين بتكون الصورة؟ بتكون قريبة من الأربعة، إذا يمين الواحد الاقتران بيقترب من الأربعة، فإذا بنحكي عن ليمت اف الاكس لما اكس تؤول للواحد من اليمين تساوي 4. الآن يسار الواحد، إذا إحنا أقل من واحد بقليل، شو ما تخيلت أقل هون في أقرب، في أقرب، لا يمكن نحدد، يكون المهم أقل من 2 ونقترب. كل ما اقتربنا من 2 من الواحد من اليسار، الصورة تقترب تدريجيا من 2، فمنحكي إنه النهاية من يسار الواحد تساوي 2. الآن عشان أجاوب ليمت اف الإكس لما إكس تؤول للواحد، بدي أرجع للنهاية من اليمين والنهاية من اليسار، إن تساوت القيمتين حطينا نفس القيمة، إن اختلفت نحط غير موجودة. هون اليمين 4 واليسار أعطى 2، قيم أعداد حقيقية مختلفة، فبنحكي إنه النهاية غير موجودة، أو ممكن نكتبها does not exist أو غير موجودة. الآن F الواحد، المقصود في F الواحد يعني تماما عند الواحد. شو الصورة عند الواحد؟ يعني لو أرسم خط عمودي بالضبط عند الواحد، وين بقطع المنحنى؟ راح يقطع عند هاي النقطة، لأنه هون فراغ لا يقطع، يقطع عند هذه النقطة. إذا صورة الواحد هي 4.
إذن صورة الواحد تساوي 4. الآن مطلوب آخر، لما تقفل إكس لما إكس تقول للثلاثة من اليمين، نرجع للرسمة، هذه الثلاثة يمين الثلاثة المقصود أكبر شوي من ثلاثة، تكاد تكون ثلاثة، مش بعيدة، يعني 3.5 مسافة كبيرة عن الثلاثة، 3.10 بعيدة، 3.1% بعيدة، شو ما بتتخيل قريبة للثلاثة في أقرب منها، يعني تكاد تكون ثلاثة. الصورة بتصير قريبة من كم؟ من الواحد. من الشكل نستنتج إنها قريبة من الواحد، لأن اقتربنا من الثلاثة من اليسار، الصورة تقترب تدريجيا من واحد أيضا. إذا النهاية من يمين الثلاثة أعطت واحد، من يسار الثلاثة أعطت واحد. الآن لما تقفل إكس لما إكس تقول للثلاثة ككل يمين ويسار، نرجع للقيمتين اليمين واليسار، هون أعطت واحد هون أعطت واحد، بما إنه نفس القيمة إذا فالليمت راح تأخذ نفس القيمة أيضا تساوي واحد. الصورة هل تساوي واحد؟ نشوف عند الثلاثة شو الوضع. لو نرسم خط من ماينس انفينيتي، خط رأسي، خط يعامد الاكس اكسس، او خط رأسي من تحت سالب ما لا نهاية الى ما لا نهاية، هل يلاقي اي نقطة من نقط الاقتران؟ الجواب لا، لانه هون فراغ. فاذا الثلاثة مش معرفة، ليس لها قيمة، فاذا بنحكي انه اف الثلاثة غير معرفة. لاحظوا الصورة بنحكي عنها غير معرفة، النهاية بنحكي عنها غير موجودة إذا كانت مش موجودة. لاحظ هون إن النهاية عند الثلاثة إلها قيمة، يعني كل ما اقتربنا من الواحد من الجهتين، كل ما اقتربت أكثر فأكثر من الواحد يمينا ويسارا، تقترب من الثلاثة يمينا ويسارا، الاقتران يقترب من الواحد. يعني لو جينا هاي الثلاثة، كل ما اقترب من الثلاثة من اليمين ومن اليسار، الصورة تقترب من الجهتين من الواحد، فالنهاية موجودة، ما إلها علاقة لاحظ بالصورة، الصورة غير معرفة. هون في الأسئلة الأربعة الأولى اكتشفنا إنه النهاية عند الواحد غير موجودة، ولكن الصورة عند الواحد 4. اللي بدنا نحكيه إنه النهاية غير مرتبطة بالصورة، ممكن واحدة تكون إلها قيمة، الأخرى ما إلها قيمة، ممكن التنتين ما إلهم قيم حقيقية، ممكن التنتين إلهم قيم حقيقية متساوية، ممكن التنتين إلهم قيم حقيقية وغير متساوية، يعني أي احتمال وارد، يعني لا يوجد ارتباط بين النهاية عند عدد وصورة العدد. الآن مطلوب البعده، ليمت f x لما x تؤول للزيرو من اليمين، الزيرو على x، يعني هون محور x عند الزيرو، يمين الزيرو شوي أكبر من الزيرو، الليمت كم؟ تقترب، كل ما قربت من الزيرو من اليمين نقترب من الواحد. إذا نقترب من يمين الزيرو f x لما x تؤول للزيرو من اليمين تساوي واحد. يسار الواحد الليمت تقترب، عفوا يسار الزيرو الليمت تقترب أيضا من الواحد. الآن إذا لو سألني عن الليمت عند الزيرو، برجع للقيمتين يمين ويسار إلهم نفس القيمة فساوت واحد. لأن ما هي F الزيرو؟ وين الزيرو؟ هون صورة الزيرو كم؟ واحد. فإذا F الزيرو تساوي واحد، فهذه هي النهاية، يعني توضيح لمفهوم النهاية من خلال هذا المثال. الآن بدنا نطلع على الرسم لنحط قوانين عشان نوجد النهاية. الرسم أول شيء للتوضيح، إضافة لأنه نفس الرسم مطلوب. الآن نظرية، إذا كان f x كثير حدود، وبنعرف من بداية الفصل شو يعني كثير حدود، فإن طبعا ما بيعرف كثير الحدود يرجع لدرس كثير الحدود ويتعرف شو يعني كثير حدود، وإلا ما بيعرف متى تطبق النظرية. فإن limit f x لما x تؤول لل a تساوي f الـ a بدون ما ترسم ولا تأخذ يمين ولا يسار، أي كثير حدود طلب نهايته عند عدد معين، الجواب هي صورة العدد، تعويض مباشر. إذا هاي النظرية، أي كثير حدود قيمة النهاية له هي عملية تعويض مباشر. الآن هون سؤال، أوجد limit x تكعيب زائد 2x تربيع
ناقص 5x زائد 1 عندما x تؤول للسالب 1. هذا اللي معي كثير حدود. ميزة كثير حدود حد أو أكثر، الأسس لإكس صحيحة موجبة، المعاملات أي أعداد حقيقية. هذا الشكل هو كثير حدود من الدرجة الثالثة أو اقتران تكعيبي. لما إكس تؤول للسالب 1 بنعوض، سالب 1 تكعيب تعطينا سالب 1، 2 ضرب سالب 1 تربيع 1 في 2 زائد 2، سالب 5 ضرب سالب 1 زائد 5 زائد 1، سالب 1 بيروح مع الواحد، إذا النتيجة بتساوي 7. الآن جذر 2 إكس، لاحظ الجذر ما وصل لإكس، لو أخذ الإكس معه بصير ليس كثير حدود. الآن جذر 2 في إكس زائد 4، هذا كثير حدود من الدرجة الأولى وهو خطي. الآن لما إكس تؤول للباي، تعويض مباشر، جذر 2 مضروبة في الباي زائد 4، هاي النهاية. الآن ليمت إكس تكعيب لما إكس تؤول، شو معنات هاي الإشارة؟ إكس تؤول لاتنين مش السالب 2 بس من اليسار، يعني أقل بقليل من 2، بما إنه النهاية كثير الحدود عند أي عدد تعويض مباشر، إذا من اليسار أو من اليمين كمان تعويض مباشر، فرح تعطي 2 تكعيب. لاحظ هاي ليست سالب لأنه الإشارة على اليمين، بالأعلى تعني اتجاه أقل أو أكثر من 2 بقليل، إذا الجواب 8. السؤال بعده، ليمت إكس تكعيب لما إكس تؤول للسالب 2، هون سالب 2 هذه سالب 2 تكعيب، إذا ناقص 2. واضح الفرق بين السؤالين. الآن ليمت 4 لما إكس تؤول للخمسة، هذا كثير حدود من الدرجة 0، هو الاقتران ثابت، الاقتران الثابت، إكس تؤول للخمسة تساوي 4، أي عدد صورته 4، لو كان إف الإكس يساوي 4، أي عدد بعوض فيه الثابت بعطينا نفس العدد 4. الآن نيجي إلى نهاية كثير الحدود المتشعب أو المجزأ. كثير الحدود المتشعب بيكون القاعدة للاقتران معطاة على قاعدتين أو جزئين أو أكثر من جزئين. المنطقة هاي أو الجزء الأول يخص الأعداد اللي أقل من 1، يعني أي عدد أقل من 1 بدي صورته بعوضه هون. تذكير بالاقتران المتشعب. الآن لو بدي سالب 10 بعوضها هون، لو بدي 2 مش هون، لو بدي سالب 1 بعوضه في القاعدة الأولى. الواحد نفسه ليس بالأولى، هاي فقط للي أقل من 1، 99% بالقاعدة نفسها. الآن الجزء الثاني من القاعدة 2x، وهي تخص الأعداد اللي أكبر من 1 لأقل أو تساوي 2، يعني أي عدد أكبر من 1 وبنفس الوقت أصغر يا بيساوي 2 بنعوضه هون صورته، يعني بدي صورة مثلا 1 و10، بحكي 2 ضرب 1 و10 بتطلع صورة 1 و10. بدي 1.9، بحكي 2 ضرب 1.9، 2 نفسها بعوضها هون، 2 ضرب 2 تطلع 4. هل الواحد في هاي القاعدة إكس أكبر من 1؟ لا، ما بصير نعوض الواحد هون. الآن الجزء الثالث من القاعدة إكس زائد 5 هو جزء من اقتران خطي أو شكل اقتران خطي لما إكس أكبر من 2، لأن يعني أكبر من 2 2.10، 2.1%، 2.1 بالمليون، أي شيء أكبر من 2 لو بشيء بسيط جدا تعويضه هون. 2 نفسه لا، إذا هاي تخص الأعداد اللي أكبر من 2، فهذا الاقتران المتشعب. الآن الواحد والاثنين تسمى نقط تحول أو تشعب في القاعدة. شو يعني نقطة تشعب في القاعدة؟ هو العدد اللي قبله مباشرة في قاعدة وبعده مباشرة اختلفت القاعدة. قبل الواحد كانت x تربيع زائد 1، بعد الواحد على طول صارت قاعدة أخرى 2x. الآن قبل 2 كان 2x، بعد 2x زائد 5، الواحد بطلعش اللي يساوي، قبل بقليل وبعد بقليل اختلفت القاعدة، إذا هو نقطة تشعب. الآن لو طلب مني احسب ليمت f الاكس لما x تؤول للواحد، هذا المطلوب الأول، وطبعا مطلوب ثاني f الواحد،
لما تقفل اكس لما اكس تقول ل2 واف 2، لما تقفل اكس لما اكس تقول ل3 على 2 واف 3 على 2. الان المطلوب الاول نبدا بالحل. المطلوب الاول مطلوب نهايه الاقتران عند الواحد، الواحد نقطه تشعب، يعني قبل الواحد كان قاعده وبعد الواحد قاعده مختلفه. اذا كانت النقطه نقطه تشعب المطلوب عندها النهايه، فلازم شو اعمل؟ لازم اخذ ليمت اف الاكس مره من يمين الواحد ومره من يسار الواحد. اذا عند كل نقطه تشعب لازم اخذ يمين ويسار. الان يمين الواحد يعني اكبر قليل من الواحد، نحكي واحد واحد بالعشرة، كمان اقل منها بس تكون اكبر، واحد واحد في المية كمان. اذا المنطقة اللي اكبر من واحد بذرة موجودة ب2 اكس، يعني بعوضها ب2 اكس، بتصير ليميت 2 اكس لما اكس تقول للواحد من اليمين تساوي كم؟ 2. اذا النهاية من يمين الواحد اعطتنا 2. الان ليميت اف الاكس لما اكس تقول للواحد من اليسار، يعني اقل من واحد بقليل، مكانها في القاعدة هذه. الاعداد اللي تحت الواحد بقليل، طبعا كل اللي تحت الواحد اكس تربيع زائد واحد، بس احنا اللي بهمنا اقل بقليل. ليميت اكس سكوير اكس تربيع زائد واحد لما اكس تقول للواحد من اليسار، رح تعطي واحد زائد واحد يعني 2. الان إذا التنتين لهم نفس القيمة، واحد من يمين الواحد النهاية 2، من يسار الواحد النهاية أيضا 2، شو بستنتج؟ إنه نهاية ليمت اف الاكس لما اكس تقول للواحد موجودة وقيمتها 2. يعني لما أحكي القيمة تساوي رقم، قيمة النهاية تساوي رقم، يعني ضمنيا هي موجودة وقيمتها تساوي الرقم. الآن المطلوب الثاني، مطلوب اني احسب اف الواحد كم صورة الواحد. نرجع للاقتران، هذا الاقتران، هل القاعدة الاولى بصير اعوض فيها الواحد؟ ما في مجال لانه هاي تحت الواحد. هل بالقاعدة الثانية في مكان للواحد؟ القاعدة الثانية تخص الاعداد اللي اكبر من واحد لغاية 2 بما فيها 2، الان برضو ما فيها الواحد. القاعدة الأخيرة تعني الأعداد اللي أكبر من 2، ما فيها الواحد. إذا ما أعطاني مكان أعوض فيه الواحد، فشو الجواب؟ اف الواحد بنحكي عنها ايش؟ غير معرفة، وليس غير موجودة. غير موجودة بنحكيها للنهاية، غير معرفة للاقتران، عدد صورة اقتران معين. الآن نيجي للنقطة اللي بعد الثالث، طلب منا نحسب ليميت اف الاكس لما اكس تقول لاتنين. 2 في القاعدة هاي نقطة تحول، أقل من 2 القاعدة 2 سين 2 إكس، وأكبر من 1 إكس زائد 5. الآن بدي الليمت لما إكس تقول ل2، إذا لازم آخذ بدون ما يحكي لي ليمت إف الإكس لما إكس تقول ل2 من اليمين. يعني طريقة الحل لإيجاد نهاية عند نقطة تشعب، بأخذ نهاية من اليمين وباخذ نهاية من اليسار وبقارن القيمتين، إن تساوت القيمتين وأعطت نفس العدد الحقيقي تكون النهاية موجودة، وإن اختلفت تكون النهاية غير موجودة. خلينا نركز على اليمين، يعني يمين 2 يعني أكبر من 2 بقليل، إذا تابع على هذه القاعدة ليمت إكس زائد 5، القاعدة الملائمة لما إكس تقول ل2 من اليمين تساوي 7. الآن من اليسار لمت اف الاكس لما اكس تقول ل2 من اليسار، بالقاعدة اللي أقل من 2، أقل من 2 يعني 2 اكس، 2 اكس لما اكس تقول ل2 من اليسار وتساوي 4. الآن بشوف إنه الجوابين هون مش نفس القيمة، بس تنتج إنه لمت اف الاكس لما اكس تقول ل2 غير موجودة، نهاية ليست موجودة. الآن مطلوب الرابع، مطلوب منا أن نحسب F الاثنين. طيب نشوف F الاثنين وين تابع، هل القاعدة الأولى للجزء الأول من قاعدة الاقتران؟ لا، للجزء الثاني، الثاني يخص الأعداد اللي أكبر من واحد وأقل أو يساوي 2، إذا 2 تابع لهذه القاعدة. فإذا F الاثنين
تساوي 2 محل إكس كمان 2 بتصير 4. إذا النهاية غير موجودة عند 2 بس الصورة 4. لاحظوا الفرع الأول والثاني، كانت النهاية موجودة وتساوي 2 بس الصورة غير معرفة. بنأكد إنه النهاية ليست مرتبطة بالصورة على نفس العدد، يعني ممكن واحد له قيمة والثاني له قيمة ولكن مختلفات، ممكن التنتين يكونوا مش ما لهم قيم، ممكن واحدة إلها قيمة حقيقية والثانية إلها قيمة حقيقية ومختلفات، أي شيء وارد، أو التنتين ممكن ما لهم قيم حقيقية. يعني نيجي للفرع الخامس. الفرع الخامس إيش طالب؟ ليمت f ال x لما x تؤول للثلاثة على 2. الآن الثلاثة على 2 وين موقعها؟ بين الواحد والاثنين، ثلاثة على 2 يعني واحد ونص. يمين الثلاثة على 2 القاعدة 2x، يسار الثلاثة على 2 القاعدة 2x، فهي نقطة داخلية ليست نقطة تشعب. إذا ويمينها ويسارها نفس القاعدة، ما في داعي إذا آخذ يمين ويسار. لو أخذت يمين ويسار مش خطأ، لكن ما في داعي. إذا نأخذ النهاية للنقط الداخلية مباشرة. إذا ليمت f x لما x تؤول للثلاثة على 2 تساوي ليمت 2x لما x تؤول للثلاثة على 2 وتساوي 2 ضرب 3 على 2 راح تعطينا 3. الآن 6 مطلوب السادس، بدنا f الثلاثة على 2، ما هي صورة الثلاثة على 2؟ الآن صورة الثلاثة على 2 وين نعوض؟ بنفس المكان بين الواحد الثلاثة على 2 عاد الواحد ونص جاي في هاي المنطقة، إذا بنعوض فيها فرح تطلع نفس الجواب f الثلاثة على 2 تساوي 3. فإذا الصورة ساوت القيمة. مثال ثاني، إذا كانت limit f x لما x تؤول لاثنين موجودة، يعني في عندي نهاية عند اثنين موجودة للاقتران، وكان f ال x يساوي k x تربيع لما x أكبر من واحد، و x زائد 8 لما x أكبر من 2 عفوا، و x أقل من 2 بتكون القاعدة x زائد 8. المطلوب أوجد قيمة k. الآن بما أنه النهاية موجودة، الحل بما أنه النهاية موجودة، النهاية موجودة، هذا يؤدي إنه النهاية من اليمين f ال x لما x تؤول لاثنين من اليمين تساوي limit f ال x لما x تؤول لاثنين من اليسار. الآن ومنها limit k x تربيع لما x تؤول لاثنين من اليمين تساوي اليسار، بأخذ القاعدة هاي طبعا يمين 2 وهذه يسار 2، x زائد 8 لما x تؤول ل 2 من اليسار. الآن هون النهاية x 2 تربيعها 4، 4k كثير حدود، وهذا كثير حدود تعويض مباشر راح يعطينا 10. إذا 4k تساوي 10، معناته k تساوي 10 على 4. إذا قيمة k لو اختصرنا 5 على 2 أو 2.5. الآن نظريات في النهايات، theorems نظريات. إذا كانت limit f ال x، ما حطيت x تقول لإيش، المقصود فيها لأي إشي، x تقول لعدد سواء العدد أخذته من اليمين أو من يسار أو العدد نفسه، و limit g x
لما اكس تؤول لنفس الشيء، اذا هون اكس تؤول للاي من اليمين، هذه اكس تؤول للاي من اليمين، اذا هذه اكس تؤول للاي من اليسار، هذه اكس تؤول للاي من اليسار، اذا كانت هذه اكس تؤول للاي، هذه اكس تؤول للاي، هاي المقصود في الليمت لما بنكتبهاش هون في النظرية. فهي ال وهذه نهاية جي بتساوي ام عند نفس اللي بتقول له القيمة قيمة النهاية، حيث ال وام هي أعداد حقيقية، أي أعداد حقيقية. نهاية الـ F عند الـ X تؤول لشيء معين نفس تساوي L، وليمت جي إكس عند لما X تؤول لنفس الشيء تساوي M، فإن ليمت F بلس جي إكس نهاية المجموع تساوي ليمت الأول تساوي L زائد M. شو هي L؟ هي ليمت F زائد ليمت جي، يعني النهاية تتوزع على الجمع بشرط إنها موجودة للأول وموجودة للثاني. الآن وتتوزع الطرح تساوي L ناقص M، يعني ليمت F ناقص ليمت G، بأكد بشرط وجودها لكل جزء بوزع عليه. الآن ليمت ثابت في F X بإمكاني أطلع الثابت برا، أو نحكي إنها بتساوي C L، حيث C المقصود فيها عدد ثابت. الآن ليمت F ضرب G لو X تقول ليش نفس الشيء اللي حكينا عنه تساوي L في M، بتصير limit F ضرب limit G، إذا النهاية تتوزع الضرب بشرط وجودها لكل جزء. limit F على G تساوي L اللي هي limit F في X على M اللي هي limit G ال X، يعني limit تتوزع أيضا على القسمة بشرط وجودها لكل جزء، زائد إنه المقسوم عليه نهاية المقسوم عليه ما تكون صفر. الآن ليمت F ال X قوة N بتساوي L اللي هي يعني الليمت كأنها دخلت جوا القوس، ليمت F ال X الكل قوة N بشرط N عدد طبيعي، 1 2 3 4 إلى آخره. الآن ال nth root ل F ال X الليمت إلها تساوي the nth root of L نهاية F ال X الجذر N ل F ال X تساوي ال nth root ل L الجذر N ل L، حيث N 2 3 4 إلى آخره، بشرط إنه L أكبر من صفر عندما يكون N زوجيا، يعني جذر تربيعي، جذر رابع، جذر سادس. حتى تطبق هذا الفرع من النظرية لازم تكون L موجبة، يعني L يجب أن تكون موجبة في حالة إنه الجذر زوجي 2 4 6 8 إلى آخره. الآن نأخذ مثال، إذا كان f ال x يساوي x سكوير لما x أكبر من 2، x زائد 5 عندما x أقل من 2، g ال x يساوي 3x زائد 1 عندما x أكبر من 2، 2x عندما x أقل من 2، أوجد نهاية F ال X لما X تؤول لـ2، نهاية G ال X لما X تؤول لـ2، 3 نهاية F ال X زائد G ال X عندما X تؤول لـ2. الحل، يعني لما نحل الأول بدي ليمت F ال X لما X تؤول لـ2، 2 نقطة تشعب، فلازم آخذ يمين وآخذ يسار 2. الآن نحسب ليمت F ال X لما x تؤول لـ2 من اليمين، يمين 2 القاعدة الملائمة هي x تربيع أكبر من 2 بقليل، أخذت يمين 2. لما x تؤول لـ2 من جهة اليمين تعطينا 4، ولو جينا أخذنا limit f ال x لما x تؤول لـ2 من اليسار، يسار 2 ليمت هذا يسار 2 x زائد 5، x زائد 5 عندما x تؤول لـ2 من اليسار تساوي 7، 5 و2 7، هناك 2 تربيع 4. من هون بستنتج انه ليمت f ال x لما x تؤول لـ2 مالها does not exist، غير موجودة. الآن المطلوب الثاني بدنا ليمت جيل اكس، ايضا اقتران متشعب،
لما إكس تؤول لاتنين من اليسار من اليمين تساوي يمين اتنين. القاعدة الملائمة للجي هي 3x + 1، ف3x + 1 عندما إكس تؤول لاتنين من اليمين تساوي 6 و1 7. الآن limit جي of إكس as x approaches 2 from the left من اليسار، نهاية من اليسار، يسار 2، القاعدة 2x عندما x تؤول ل 2 من اليسار تساوي 4. من الطرفين مختلفين بستنتج انه limit g x لما x تؤول ل 2 كمان غير موجودة، does not exist، حكينا تاني غير موجودة، غير موجودة. إذا نهاية f غير موجودة عند 2، ونهاية g لما x تؤول ل2 غير موجودة. مطلوب نهاية f ال x زائد g x عندما x تؤول ل2. طبعا مش بالضرورة تكون غير موجودة، لاحظوا النظرية بتحكي إذا النهاية للأول موجودة والثاني موجودة، إذا نهاية المجموع يجب أن تكون موجودة وتساوي نهاية الأول زائد نهاية الثاني. بس النظرية ما بتحكي إذا كانت نهاية الأول غير موجودة ونهاية الثاني غير موجودة، ما بتحكي إنه النهاية للمجموع غير موجودة، ولا بتحكي إنه النهاية للمجموع موجودة. ما بنعرف، لا تطبق النظرية. فلذلك عشان أوجد هاي النهاية ما بإمكاني أطبق النظرية، فلازم أجيب أول F زائد G وبعدين أحسب له النهاية. قد تكون موجودة وقد تكون غير موجودة، وهذا لا يتعارض أكيد مع النظرية. لأن لو جبت F الـ X زائد G الـ X جمعنا الاقترانين بساوي مجموعهم، نجمع اللي أكبر من 2 مع بعض، يعني في عندي هون X تربيع أكبر من 2 قاعدة F، وقاعدة G أكبر من 2 بتكون 3x + 1، بصير X تربيع زائد 3x + 1 عندما x أكبر من 2، x تربيع زائد 3x + 1 عندما x أكبر من 2، لأن نجمع اللي أقل من 2 مع بعض، x زائد 5f، لما x أقل من 2 قيمة f x زائد 5، لما x أقل من 2 قيمة g 2x، نجمعهم مع بعض، x زائد 5 زائد 2x بتصفي 3x زائد 5، 3x + 5 عندما x أقل من 2. إذا نشوف القاعدة، جمعنا اللي أقل من 2 أعطانا x تربيع زائد 3x + 1، واللي أكبر من 2 في الاقترانين بيطلع مجموعهم 3x + 5 عندما x أقل من 2. الآن بحسب الليمت من اليمين واليسار. ليمت الاقتران كأنه جديد، هذا سميه h ال x، f ال x زائدا g ال x لما x تؤول لاتنين من اليمين، يمين اتنين القاعدة الملائمة هي الأولى هذه، x تربيع زائد 3x + 1 لما x تؤول لاتنين من اليمين، راح تعطينا 4 + 6 + 1 يعني 11. الآن limit f ال x زائد g ال x لما x تؤول لاتنين من اليسار هي limit ل 3x + 5 عندما x تؤول لاتنين من اليسار يساوي 2 × 3 = 6 + 5 = 11. بنلاحظ انه الجوابين متساويين، اذا بستنتج انه ليميت اف الاكس زائد جي الاكس لما اكس تؤول لاتنين طلعت معنا موجوده وقيمتها 11، لانه اليمين واليسار اعطوا 11. هل هذا يتعارض مع النظريه؟ الجواب لا، لا يتعارض. النظريه بتحكي اذا وجدت النهايه لكل اقتران فهي موجوده لجمعهم، موجوده لضربهم، موجوده لقسمتهم، بس ما بتحكي اذا غير موجوده للاول وغير موجوده للثاني يعني المجموع غير موجوده.
قد يكون غير موجودة النهاية وقد تكون موجودة، يعني في أسئلة بإمكانك بسهولة تحط نهايتين غير موجودتين، لو جمعناهم بتظل النهاية للمجموع غير موجودة. الآن مثال ثاني، إذا كان limit f x لما x تؤول للخمسة تساوي 4، limit g x لما x تؤول للخمسة تساوي 3، فاحسب limit 2 f x زائد 5 g x minus x تربيع، limit f x على g x لما x تؤول للخمسة، وlimit f تكعيب، لاحظ هاي f x تكعيب هي نفسها limit f x بهذا الشكل تكعيب عندما x تؤول للخمسة. مطلوب نحسب هذه الثلاث نهايات. الحل الآن الأول limit 2 f x زائد 5 g x ناقص x تربيع لما x تؤول للخمسة. أول شيء نهاية الأول موجودة لأنه نهاية الf موجودة، ضرب 2 حسب النظرية موجودة، والنهاية g موجودة، ضرب 5 موجودة، والx تربيع كثير حدود نهايته موجودة، إذا النهاية تتوزع على الجمع ويجوز إخراج الثابت، يعني بتصير 2 limit f x لما x تؤول للخمسة زائد 5 limit g x لما x تؤول للخمسة ناقصا limit x تربيع لما x تؤول للخمسة. الآن جواب الأول 2 وأعطانا هو نهاية f x عندما x تؤول للخمسة تساوي 4 زائد 5 ونهاية limit g x لما x تؤول للخمسة معطاة تساوي 3 ناقص ال x تربيع كثير حدود تعويض مباشر بعطينا 25، لأن هون صار 8 زائد 15 ناقص 25، هدول بعطونا ناقص 10، وزائد 8 بصير ناقص 2 قيمة النهاية. يعني المطلوب الثاني limit f x على g x عندما x تؤول للخمسة، هاي نفسها ممكن أكتبها limit f x لما x تؤول للخمسة لأنها موجودة للطرفين ونهاية المقام ما بتساوي صفر، إذا جائز إني أوزع النهاية على البسط والمقام. نهاية الf معطينا في السؤال 4 عندما x تؤول للخمسة، ونهاية الg عندما x تؤول للخمسة تساوي 3، إذا الجواب 4 على 3. السؤال الثالث بده limit f تكعيب x لما x تؤول للخمسة، هاي ممكن نكتبها limit f x الكل تكعيب لما x تؤول للخمسة. ليش؟ لأنه النهاية موجودة ممكن إن ندخلها داخل القوس، هذه L وL قيمتها كم؟ 4 تكعيب، إذا الجواب 64. سؤال آخر، أوجد قيمة النهايات، طبعا إن وجدت نركز على الجذور الآن. الآن أول نهاية مطلوبة، المطلوب الأول limit الجذر التربيعي ل x زائد 1 عندما x تؤول للثمانية، limit الجذر التربيعي ل x زائد 1 عندما x تؤول للثمانية. الآن هذا التعويض المباشر راح يعطينا عدد موجب، يعني بإمكاني أدخل النهاية جوا، أو اختصارا راح نحطها الجذر على طول تعويض مباشر 9، جذر التسعة 3. الآن 2 limit الجذر التكعيبي ل x ناقص 32 عندما x تؤول للخمسة راح تساوي الجذر التكعيبي ل 5 ناقص 32 اللي هي الجذر التكعيبي للناقص 27، والجذر التكعيبي لعدد سالب لأنه الجذر فردي معرف بساوي ناقص 3، إذا الجواب
ناقص 3. المسألة اللي بعد ثالث، ليمت جذر تربيعي لإكس ناقص 4 عندما إكس تؤول للزيرو تساوي الجذر التربيعي لصفر ناقص 4 يعني ناقص 4. جذر زوجي جواته سالب نحكي بالنسبة إلنا غير موجود النهاية، يعني في الأعداد الحقيقية غير موجودة، شو قلنا؟ ما بتعدى الأعداد الحقيقية. الآن 4 ليمت الجذر التربيعي لإكس ناقص 5 مطلوب عندما إكس تؤول للخمسة من اليمين، إذا هذا المطلوب الرابع، ليمت الجذر التربيعي لإكس ناقص 5 عندما إكس تؤول للخمسة من اليمين. عوض يمين الخمسة يعني أكثر بقليل من 5، أكثر بقليل من 5 هذا المقدار موجب، يعني الجذر معرف، بس تدريجيا كل ما اقتربنا من 5 أكثر فأكثر الجواب يقترب من الزيرو، والجذر معرف بساوي زيرو. الآن 5 ليمت الجذر التربيعي لإكس ناقص 5 عندما إكس تؤول للخمسة من اليسار، هذا المطلوب الخامس. الآن يسار الخمسة يعني أقل بقليل من 5، أقل من 5 ناقص 5 بيطلع عدد سالب، جوا جذر زوجي بيكون المقدار غير معرف وبالتالي النهاية غير موجودة. بما إنه الطرفين ما أعطوا عدد نفس العدد الحقيقي، فرقم 6 اللي هو طالب ليمت نفس الجذر x ناقص 5 عندما x تؤول للخمسة، ليمت الجذر التربيعي ل x ناقص 5 عندما x تؤول للخمسة تكون غير موجودة. كملاحظة يعني لو كان عندي جذر زوجي وعوضت تعويض مباشر طلع جوا الجذر صفر، فلازم شو تعمل؟ كيف تتصرف؟ لازم تأخذ نهاية من اليمين ونهاية من اليسار، وإذا التنتين أعطوا نفس القيمة بتكون النهاية موجودة. الآن هون عندي جذر ليمت الجذر التربيعي سؤال 7 لإكس تربيع ناقص 16 عندما إكس تؤول للأربعة، فشو نعمل؟ رقم 7 مطلوب ليمت الجذر التربيعي لإكس تربيع ناقص 16 لما إكس تؤول للأربعة. إذا جينا عوضنا مباشرة بيطلع جذر الصفر، فإذا الجذر زوجي وأعطاك التعويض المباشر جوا الجذر صفر، التصرف إنك خذ نهاية من اليمين أو واليسار، أو إنك بتحدد مجال الاقتران، فالنقطة اللي بتكون أو المنطقة اللي بتكون خارج المجال ليس لها نهاية، يعني العدد اللي بيكون خارج المجال ما في عنده نهاية. ليمت جذر x تربيع ناقص 16 لما x تؤول للأربعة من اليمين، يمين الأربعة يعني أكثر شوي من 4، أكثر من 4 تربيعها أكثر من 16، ناقص 16 بيطلع موجب، بس لما نقترب من 4 هذا المقدار راح يقترب من 0، فإذا جوابنا 0، يعني هون أعطانا 0. فمرة ثانية لما نعوض مباشرة وأعطى جوا الجذر صفر، نستائل النهاية من اليمين واليسار كم كل واحدة. الآن لو جينا لليمت الجذر التربيعي لإكس تربيع ناقص 16 لما إكس تؤول للأربعة من اليسار، أقل شوي من 4 مش بكتير مش بقليل، يعني لو أخذنا 3.9 أو 3.99% تربيعها بيكون أقل من 16، فبيطلع الجواب سالب، وبالتالي النهاية بتكون غير موجودة does not exist، لأن جوا الجذر بصير سالب. فمن التنتين شو بستنتج؟ بستنتج إنه ليمت الجذر التربيعي لإكس تربيع ناقص 16 لما إكس تؤول للأربعة إيش راح تكون النتيجة؟ does not exist. فإذا مرة ثانية إذا كان عندي جذر زوجي تعويضه أعطى جوا الجذر صفر، فالتصرف يا بعيد التعريف بحدد المجال،
أو باخذ نهاية من اليمين ونهاية من ماسك اليسار، يعني إما يمين ويسار أو تحديد المجال. الآن مثال ثاني، إذا كانت limit a x squared plus 3x plus 1 and x goes to 3 تساوي 9، أوجد قيمة a. الآن قيمة a نعوض تعويض مباشر، تعويض المباشر على طول راح يعطينا 9a زائد 9 زائد 1 يساوي 9. إذا لو بسطنا هاي 9 بتروح مع 9 بتصير 9a تساوي ماينس 1، إذا a تساوي ناقص 1 على 9، فإذا قيمة a يجب أن تكون ناقص 1 على 9. إلى هنا نتوقف، وإن شاء الله المرة الجاية نتابع في موضوع النهايات، ويعطيكم العافية.